هسه بشكل عام المادة هاي، هذا الكتاب Engineering Mechanics بيحكي عن الستاتيك والداينامكس. هسه احنا بهذا الفصل اخذنا ستاتيك. ستاتيك بتحكي عن علم السكون، والدايناميك بتحكي عن علم الحركة، لما كيف الجسم بتحرك، كيف الكذا بتحرك. هذا ما قلنا في الفصل الجاي، الفصول الجاي بتاخذه. هسه الكتاب هذا في اكثر من شابتر، مثل ما انا هون بحرك على اليسار عندي شابتر 1 2 3 4 والى اخره. هسه شابتر 1 بحكي عن جنرال برنسبل، يعني بس معلومات عامه، الوحدات كيف تحل، قوة الوحدات نيوتن، باوند، كيلوغرام، كمان تقريب انه تقرب 3 فواصل 4 فواصل، هاي الشغلات كلها كانت بسيطه يعني المفروض الكل يعرفها، سواء هسه او يمكن اخذها بالمقدمه بالهندسه. اذا اخذت المقدمه بالهندسه مثلا الوزن بيساوي كتله بالتسارع، كثير هذا مهم بشابتر 3، بكون معطيك كتله لازم تضربها بالجاذبيه. بدك تنتبه السؤال اذا كان بالمتر بتضرب 9.81، اذا السؤال كان بالفيت بدك تضرب 32.2. يعني هذا هاي الاشياء لازم كل واحد ينتبه لها، الوحدات. هناك شابتر 1 مع انه مش مهم كثير، بالعكس حلوله كذا راح يكون من اهم الشباتر، لانه وحدات المليمتر بتفرق عن المتر. اذا كانوا بنفس السؤال بدك تحول الكتله الوزن وهكذا. مثلا الوحدات لازم نعرف انه عندي نظامين الاس اي واليو اس، المتر متر وهذيك فوت وهكذا. هاي الشغلات لازم الواحد يعرفهم، لانه ممكن يجيب عليهم بكره يعني حول او شيء، لان خاصه اذا الامتحان كان 40 سؤال او 30 سؤال اعرف انه راح يجي اسئله مباشره، يعني زي اخر كوز كان مباشره حل الاكس واي. وهسه راح نناقش افكار الكوزات بحيث انه اذا جاء بكره منهن تعرفوا كيف هاي، وراح احاول انزل لكم الاجابات يعني ان شاء الله اذا قدرت، لانه تقريبا بكره عند امتحان ولسه يعني متخاتمه كله تقريبا، مش مشكله. فهذا هيك اغلب شابتر 1. هسه شابتر 2 بيحكي عن الفورس فيكتور، هون بتبلش الماده كيف احنا نتعامل مع القوى. هسه القوه زي ما حكينا مراجعه الفيرست، اللي حضر مراجعه الفيرست كانت عباره عن متجه. شابتر 2 بتقسم لمواضيع، هو الموضوع السكيلر اند فيكتورز، يعني شو المتجه وشو المش متجه، اللي مثل الوقت مثل الكتله كذا، هذول مش متجهات. المتجهات شو تعريفهم، كيف نوصفهم، انه رموز وفي لها مثلا اي وجي وكذا من الحكي، هذا ما قلنا فيه برضه اشياء تعريفيه. بهمنا احنا الفيكتور اديشن اوف فورس، احنا كيف نجمع الفورس بكل بساطه. شابتر 2 مشان نجمع فورس لازم يكون مع الزاويه، يعني هاي اهم ملاحظه، زاويه بين المتجهين اللي بدي اوجد لهم المحصله، يعني عندي اف 1 واف 2 لازم يكون مع الزاويه هاي اللي هي اسمها ثيتا. انا مجرد ما اني جبت الزاويه ثيتا اذا كيف اوجدها، سواء كان معطيني محاور معطيني اياها جاهزه بتجيبها باي طريقه، لازم اول شيء يكون مع الزاويه ثيتا. هاي طريقه المتوازي الاضلاع بكل بساطه، بمسك اف 1 بحطه على اف 2 زي ما هو، يعني هاي اف 1 هيك بحطه على اف 2 زي ما هو، بمسك اف 2 بحطه على اف 1 زي هيك، بوصل بين بدايه الزاويه هاي لنقطه التقائهم بكل بساطه. بيطلع معي هذا الشكل اللي هو الشكل بي بالكتاب، هاي اف 1 اذا هاي اف 1 اذا هاي اف 1 هاي اف 2 هاي اف 2. بعدين بما انه انا معي هاي الزاويه ثيتا، لازم اللي قبالها دائما حفظ، مش حفظ اشكال رباعيه، متوازي الاضلاع، اي زاويتين متقابلتين متساويتين، اذا هاي ثيتا فهاي لازم تكون ثيتا. طيب والثانيات مجموع الشكل الرباعي 360، واذا هذول متقابلتين متساويتين معناته 360 ناقص مجموع هذول 2 بيعطيني الزاويه هاي، بيعطيني الزاويه هاي. انا مجرد ما انه جبت هاي خلص بمسك المثلثات، هاي معلومه معي، اف 1 معي، اف 2 معي، بضل معي اف ار، بطبق قانون الساين والكوساين اللي هم مكتوبين هون، هيهم مربع ازرق، هيهم بطبق القانونين هذول بطلع معي القوه المحصله. دائما اي سؤال بالكتاب هسه لو بدي امر لك عليهم كلهم لو حابين، اي سؤال ما راح اطبق غير هالخطوات هذول، واطبق قانون الساين والكوساين. هذا السؤال نفس الخطوات، احنا ما راح نطول على هاي الشغلات لان التحليل، وعملت مراجعه الفيرس بتذكر 3 ساعات وطولنا عليهم كثير، يمكن نسينا ال 14 مراجعه، بس يعني مش حلو نطول عليهم، لازم نركز على شباتر الفاينل. كانت هاي الفورس اديشن بالمتوازي الاضلاع،
في عندي الاديشن بالمتجهات دائما بشوف الزاويه، يعني اهم خطوه بالماده اشوف الزاويه، الثيتا نايمه مع محور اكس ولا مع واي؟ نايمه مع محور اكس، فمباشره بحكي اف اف كوساين ثيتا هيك اف ساين ثيتا مباشره، بمجرد ما طلعت التحليل الاكس باخذ مح اي والواي باخذ جي، بحطهم جنب بعض بالاشاره هاي بالشكل هذا اف اكس اي اف واي جي. واذا بدي قوه محصله، واذا بدي قوه محصله باخذ الجذر التربيعي لهم اف اكس تربيع زائد اف واي تربيع وبس. هاي طريقه التحليل، هاي التحليل. هيك فعليا كل ال 2 دي كارتيزيان فيكتور، يعني انه اي وجي. تشابتر 3 قصدي ال 3 دي، 3 دي دائما نعرف في عندي ثلاث حالات. الحاله الاولى انه يكون معطيني مثلا القوه مع الزوايا. كيف اعرف بال 3 دي؟ لو اجاني بكره سؤال 3 دي كيف بدي اعرف اتعامل مع السؤال؟ بكل بساطه بشوف الخطوط، ببساطه شوف الخطوط اللي نازل من القوة، يعني هذا خط زي هيك وفي عندي خط زي هيك وفي عندي خط زي هيك. كل بساطة كل خط موازي للمحور هو بيمثل وين موقع المركبة، يعني هاي موازية لمحور X، إذا المركبة على محور X راح تكون إيش؟ موجبة. إيش موجبة؟ لأنها على محور X الموجب، فإذا هاي موجبة. طب كم الزاوية؟ F كوساين ألفا. الفا كم بدي اوجدها؟ اذا هي 60 وهي 45 في عندي القانون هذا، كوسين تربيع الفا زائد كوسين تربيع بيتا زائد كوسين تربيع جاما يساوي 1، اوجدها بيطلع عندي قيمتين يا 60 يا 120. طيب كيف اعرف؟ ببساطه بعرف الزاويه اذا كانت 120 لازم تكون سالب. طيب انا هذا الخط حكى لي انه راح تكون موجبه، اذا باخذ الزاويه 60. طيب اف واي، هاي اف واي زاويه كم؟ 60، فباخذ كوسين 60 مباشرة. طيب موجب ولا سالب؟ موجب. ليش؟ لأنه هذا الخط موازي للواي. والزد اف كوسين 45. طيب باخذ موجب ولا سالب؟ موجب. ليش؟ لأنه هذا الخط موازي لزد الموجب. طبعا في حالات انه زد سالب وكذا هسه اذا مريت عليها تجيهم. هاي بكل بساطة هذا هاي اف 1 مثلا. كيف نتعامل مع ال 3 دي؟ بكل بساطة هذا الخط موازي لمحور Y وهذا الخط موازي لمحور Z. طب في خط موازي لمحور X بالنسبة ل F1؟ ما في. إذا ما في مركبة على X، راح تكون مركبة بس على Y الموجب وZ الموجب، وفعلا أنا طالع معي هاي القوة. عندي الـ X موازي لـ X الموجب والـ Y موازي لـ Y السالب، فبالتالي راح تكون سالب. Z موازي لـ Z الموجب فموجب. حللهم X و Y، قصدي x و y، سيجما اف x سيجما اف y، بعدين باخذ المحصله، بعدين اليونت فيكتور، بعدين بطلع الكوردينات بالقوانين الموجوده. هاي اول حاله من ال 3 دي، يعطيني زوايا يعطيني الفيكتور جاهز، اهم شيء ننتبه للخطوط. الحاله الثانيه يعطيني المسقط، بكل بساطه بشوف الزاويه بين القوه والمسقط، باخذ كوساين اذا كان يعطيني الزاويه بين القوه والمسقط، الساين بتاخذ الزد والاي فتحه او الاف فتحه، باخذ لي الكوساين 60، بعدين بشوف وين موقع المسقط. هاي المسقط بحلله على اكس واي، بلاحظ انها هاي واي السالبه، بلاحظ انها هاي اكس الموجبه، معناته راح يكون كوساين 45 بيعطيني اكس موجب، كوساين 45 بيعطيني اكس سالب، وهكذا. بس بالنسبه لاي فتحه القوانين هاي مشروحه كلها بالتفصيل كانت بالفيرست وبتصير في الفيرست ان شاء الله. ولا اشكال كلها لو طبقنا القوانين كلها كله بيطلع 100%. البوزيشن فيكتور، البوزيشن فيكتور بشكل عام انا عندي احداثيات بدي اوجد الطول بين نقطتين، الطول بين نقطتين اسمه ار، ار هو اللي بنطلعه، احداث النقطه الثانيه ناقص الاولى على اكس واي زد. طب اطلعهم ببساطه، وعندي هذا الشكل، لو عندي هذا الشكل بمسك النقطه A بشوف الخطوط اللي طالعه من A، بشوف انه A في عليها على موازي لإكس الموجب، إذا واحد على الإكس، شوف على واي السالب أو على واي في خطوط طالعة من إيه، يعني هيك لليمين ولا اليسار؟ لا ما في، معناته صفر على الواي. طيب وعلى زد بلاحظ إنها نازلة عن محور زد، هي هذا الخط الموازي لمحور زد، فراح تكون سالب 3. احداثيات النقطة A واحداثيات النقطة B بنفس الطريقة، بشوف إكس شو الخط الموازي لإكس بالنسبة لـ B؟ أيوه، فإذا سالب 2. شوف الخط الموازي لواي، لاحظ انه
موجب 2 بالخط الموازي لزد 3 اطرح احداثياتها بي ناقص اي اعطيني الطول اي بي. طبعا بعطيني اياها كمركبه وقلنا اي مركبه باخذها للجذر الطبيعي بيطلع معي المحصله. دائما المركبه على المحصله بيعطيني اليونت فيكتور، واليونت فيكتور دائما اذا بكره طلب زاويه منك اي سؤال 3 دي تعرف انه الزاويه هي عباره عن كوساين انفرس لليونت فيكتور. اكتبها الكوساين انفرس لليونت فيكتور بيعطيني الزاويه. اليونت فيكتور اهم شيء بالماده بال 3 دي. هاي فكره شو اسمه شابتر 2 فعليا، هذا كل افكار بس انه بس كيف تحلل وكيف كذا. دوت برودكت محفوظ. شابتر 3 اجل كويز، اجل كويز الاخير عليه واغلبكم حكى ما بعرف احله ما بعرف شو اللي صار معي. طيب لو بدي اتذكر السؤال اللي اجاكم، السؤال هو ثلاث اسئله كانوا عن نفس الفرع. السؤال الاول اجى حكى لي في عندي هو زي هيك وهون هيك زي البكره بصير كيف جايه مربوطه بزنبرك زي هيك. حكى لي هاي مقدارها اف وهاي حكى لي مقدارها ثيتا. حكى لي اول ثلاث اسئله شوفوا كيف بنحله بثواني. اول سؤال قال لي اوجد اف موازي للزنبرك، يعني اوجد القوه الموازيه للزنبرك. بكل بساطه بطلع انا شو في عندي قوه، عندي قوه اف قوه الزنبرك. قوه الزنبرك مش ظاهره معي الا عمل فري بيت دايجرام. بكل بساطه القوه الموازيه للزنبرك هي تحليل اف على محور اكس، هاي محور اكس، هاي محور واي. فاف كوساين ثيتا يعطيني القوه الموازيه للزنبرك. هذا اول فرع. الفرع الثاني حكى لي اوجد القوه العموديه على الزنبرك. القوه العموديه على الزنبرك كذا الزنبرك عم محور اكس، اذا واي هو العمودي، فاذا ساين ثيتا يعطيني القوه العموديه على الزنبرك. الفرع الثالث اعطاني الزنبرك كم الكي له، حكى لي اوجد قوه الزنبرك. انا بدون ما احسب الكي، بدون ما احسب الكي وكانه طلب مني الطول، بس بشكل عام بدون ما احسب الكي اف كوساين ثيتا هي نفسها قوه الزنبرك. بمجرد ما طلعت اف كوساين ثيتا قوه الزنبرك شو بضل معي؟ صار معي الكي ومعي الاف بضل الاس. هو طلب مني قديش الطول او التغير بالطول، فانت مباشره الاف طلعتها من كوساين ثيتا سبرينج هاي، الكي اعطاني اياها بضل الاس بتساوي الطول النهائي ناقص الطول الابتدائي. كان الطول الابتدائي يساوي صفر، اذا الطول النهائي هو نفسه. كان هيك السؤال على ما اذكر. هذا كان الكوز الثالث. الكوز الرابع كان على شابتر 4، قصدي السؤال الرابع والخامس على شابتر 4، والدكتور ضحك عليكم. بكل بساطه شابتر 3 لازم اعمل فري بيت دايجرام. اهم تركات لو وجدت بكره دائره بشكل بسيط، اهم تركات نعرف انه القوه بالحبل الواحد متساويه، يعني هذا حبل هذا هيك جي. هذا حبل زي هيك، هذا الحبل امتداده مثلا زي هيك. انا بدي اعرف اذا هي قوه 100 بس ما اعرف انه هاي 100 سواء كان مايل او غيره. يعني في سؤال مشهور على الدائره ما بعرفش اذا بكره بده يجيبه، لانه احنا لسه مش عارفين بكره كم سؤال. اذا قال لكم بكره كم سؤال يا ريت تخبروني. بيجي الخيارات بقول لك لو سمينا هاي تي 1 سمينا هاي تي 2 الخيارات T1 تساوي T2، T1 أكبر من T2، T2 أقل من T1 ساين ثيتا، هكذا بيجي خيارات. أغلب الطلاب بيختاروا هاي، لك أنا بحلل هاي ساين ثيتا بيطلع عمودي T1 معناته تساوي T2 ساين ثيتا وهكذا. هاي خطأ، هاي خطأ. ليش؟ لأنه الحبل الواحد دائما قوته متساوية والتحليل ما له دخل، التحليل ما له دخل بهيك. فدائما خذ قاعدة الحبل الواحد تساوي، اذا الخيار الصح T1 زائد T2. دائما اي سؤال بكرات اعرف انه القوه بالحبل متساويه. هاي اهم، هاي من اهم ملاحظات الشابتر 3، وهسه تطبيقها مع الامثله بيجي زي هيك. المثال على البكرات مثلا هذا، هذا حبل، هذا حبل مش بكرات، هذا مثلا السؤال هذا حبل وهذا هيك نفس الحبل. اذا
إذا هي 40 كيلوغرام، إحنا حكينا أول شابتر الكيلوغرام وحدة كتلة، فإحنا الفورسز وزن، فهي لازم أضربها في 9.81 في 40 في 9.81 بتعطيني قوة الحبل، قوة الحبل متساوية، إذا هاي تساوي 40 في 9.81، لا تحكي لي 40 في 9.81 كوساين 30، المائلة 40 في 9.81، هاي برضه مشروح بالدوسية أرجع لها وتشوف، يعني فكرة البكرات دائما الحبل الواحد نفسه. طيب شابتر 4 فكرة المومنت، كيف أحدد اتجاه المومنت موجب أو سالب أو معقرب الساعة أو أقرب الساعة، طلب مني المومنت حول إيه؟ بكل بساطة هنا هذا محور X وهذا محور Y، المسافة العمودية هسه قوة زي هيك، المسافة العمودية على Y، إذا هاي Y المسافة العمودية على Y هي X، إذا المسافة العمودية هي 2، فالمومنت عند O بيساوي 102، طب كيف اتجاهه؟ ببساطة هذا رأس السهم هاي O، كيف بوصل بينهم زي هيك؟ فهذا السهم كيف؟ السهم مع عقارب الساعة، إذا سالب 200 المومنت. يعني هون في عندي 50 بدي اخذها، 50 بدي اخذها عند O ببساطة، فهذا محور X مثلا محور القوة ومحور Y، المسافة العمودية على X هي ال Y، المومنت بيساوي 50 في 0.575، طيب مع ولا عكس؟ ببساطة بوصل بين سهم القوة و O، كيف؟ زي هيك، كيف تعمل لي هاي؟ مع عقارب الساعة، فسالب 50.75. هذا كله هذا هيك بس المومنت، يعني ال 3D كله حاسب الدكتور، خلي شيء 3D. أهم شيء نتبع المسافات، الكروس هذا كله محفوظ. شوي بس أعطيهم الباسورد والهاي الشباب بس. هذا سؤال بسيط بتكرر كثير بس الجامعة الثانية، بس يطلع دائرة بيقول لي ده الاف 400 وجد المومنت حول النقطة A، ببساطة لازم دائما قوة مائلة بحللها ساين 30، هي زي ما هي محطوطة هون ساين 30، فالمسافة العمودية للأفقية هي الواي، المسافة العمودية للواي هي الإكس، ف 400 كوساين 30 في بوينت 4، كيف تعمل لي مومنت؟ بتعمل لي مومنت هيك، يعني ايش؟ مع عقارب الساعة يعني سالب، وهي 400 في ساين 30 حول O مالي عكس عقارب الساعة، بطرحهم من فقط للناس طبعا، هاي وهاي مش مطلوبات منكم، هذا كله ما بدي اياه بشابتر 4 ولا بدنا هاي، احنا همنا شابتر 5 simplification. فطور الدكتور ما بعرف اذا اشرح لكم اياها، حتى مع الباسورد او ايش للميتنج لانه بيحكوا لي مش موجود مش صعب تفتح معهم.
طيب هون بلش الجد. شابتر 5، شابتر 5 هو بداية تخصصنا. شابتر 5 لازم نحدد أول إشي إذا المنشأ اللي هو إحنا العمارة، الجسير، أي إشي، إذا إنه ثابت يعني ستيبل أو مش ستيبل، ديتيرمنت أو انديتيرمنت. هذا أنا شرحته فيديو بالتفصيل بس راح أعمله على السريع، راح أحكيه هون على السريع كل بساطة مشان أعرف إذا أي بين ديتيرمنت أو انديتيرمنت. أول إشي بشوف عدد المجاهيل. عدد المجاهيل كيف يعني؟ بس إحنا بنعرف لو عندي بيم زي هيك، هذا بين سبورت وهذا رولر سبورت، عدد المجاهيل بيكون عند الرياكشنز. إحنا بنعرف إنه البين عليه أي واي وعليه أي إكس، بنعرف إنه عليه هذا بي واي. طب كيف أعرف اتجاه الرياكشن؟ دائما اتجاه الرياكشن عمودي على الحركة، يعني هذا الواي هذا الرولر بتحرك على إكس وواي، إذا بتحرك على إكس معناته الرياكشن على واي، دائما عمودي على الحركة بالنسبة للرولر. طيب AX AY، فبلاحظ انه عدد المجاهيل اللي هي الانام بيساوي 3. طيب عدد المعادلات، عدد المعادلات كم؟ عندي معادلات نيوتن الثلاث، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت تساوي 0. فعندي ثلاث معادلات لنيوتن. شو اسمه؟ عدد المجاهيل بيساوي عدد المعادلات، اذا هذا بيكون ديتيرمنت. Determinant. فبيجي سؤال بقول لك حدد إذا determinant أو indeterminant. بكل بساطة لازم أعد المجاهيل، لازم أعد المعادلات. في عندي الستيبل أو unstable. بكل بساطة الستيبل لازم يكون عدد المجاهيل برضه أكثر من عدد المعادلات. إذا عدد المعادلات أكثر من عدد المجاهيل معناته unstable equation، أكبر من unknown إذا unstable. هذا أجاب الكويز الأول، كان أول سؤال بالترس، سواء ترس أو بيم نفس الشيء. معادلات الاتزان بالترس، عدد الجوينتس ضرب 2. طيب هسه ندور لنا على سؤال مايل نعرف كيف نبلش فيه. عندي سؤال هسه أهم خطوة حنكررها هي بشابتر 5 7، كيف نحل اي سؤال فيما ينام. عندي انا هذا السؤال، عندي بيم مائل زيه تقريبا بالكوز الثاني، كان طالب مني اشياء تخص شابتر 7 بس كانت البدايه لازم اوجد الرياكشن. دائما خذوها قاعده، اللي بكتب وراي يكتبها، انه اذا في عندي سطح بحدد محور اكس واي، لو كان انا عندي بيم افقي زي هيك، هذا بيم افقي نعم، وبدي انا هذا بيم افقي، لو بدي احدد المحاور بكل بساطه بحكي السطح هو محور اكس، فاذا هذا محور اكس، دائما اي شيء عمودي على اكس اسمه واي، هذا محور واي. طيب دائما يعني القاعده اللي بدنا، اول قاعده انه اذا السطح افقي المحور افقي. طيب ثاني شيء العمودي عليه اسمه واي. طيب انا عندي هذا مائل، فشو بنعمل؟ بنحكي السطح المائل هو محور اكس، يعني اي بي والكنتليفر هاي بكل بساطه بمد هيك الخط طيب بكل بساطه هذا بصير محور اكس او بسميه سبار، والعمودي على ايه؟ طبعا اذا هذا هيك العمودي عليه اكيد مش راح يكون هيك، راح يكون هيك، هذا محور واي. فهيك هاي شو بنستفيد منها؟ بكل بساطه لو كان انا عندي على هذا البيم الاصلي قوه مقدارها 5 وهي المسافه العموديه مسافه 2، وحكى لي اوجد المومنت عند A، وحقول لك المومنت بيساوي 5 في 2 ويساوي 10. طيب انا لو عندي زي هيك هذا مائل x بار y بار وطلب مني اوجد المومنت عند A، راح تصير تحكي لي احلل القوه x وy وكذا، راح احكي لك لا، بكل بساطه بشوف انا هاي مسافه x، هاي المسافه يعني انا لو مسكت الورقه وميلتها بهاي الزاويه خليته افقي رجعته افقي،
بصير عندي شو المسافة اللي بتعمل مومنت؟ المسافة هاي اللي هو وتر، الوتر اي بي. طب الوتر اي بي ببساطة معلوم معي، فالمومنت حول اي راح يكون 500 في المومنت اي بي. بكم المسافة اي بي؟ بكل بساطة اذا هاي 8 هاي 4 وهاي 5، يا بطلع الزاوية يا بعمل تشابه مثلثات. تشابه المثلثات بفرض المسافة اسمها واي، راح اقول واي على 8 تساوي اللي هي هاف على هاف تساوي 5 على 12. واي على 8 تساوي 5 على 12 بتطلع معي الواي. بعد ما اطلع الواي مع الواي تربيع زائد 8 تربيع بيعطيني طول الوتر تربيع، باخذ الجذر بتطلع معي المسافه هاي. فالمومنت حول A يكون 500 في طول الوتر. ليش طب انا ليش عملت هاي شغله المحاور؟ رح نعرفها هسه بشابتر 7. وثاني شيء عملنا زي هيك لانه مشان احدد المسافه احسن ما احلل واطول معي السؤال. يعني في كثير هسه اسئله رح نشوفها ميلان، وكل الكويز الثاني كان كله اشياء مائله. فدائما دائما افضل شيء اذا شفت سطح مائل احدد له المحاور. يعني لو كان عندي بعرف اذا بالشابتر موجود الفريمات، مش موجود مرة. مثلا فرضنا هذا السؤال، هذا السؤال مثلا مش موجود فيه غير هذا الشيء، غير مش مفروض عليه غير AB. بكل بساطة بدي أحدد المحور. دائما المحور X هو السطح، فإذا السطح عندي كيف؟ السطح عندي هيك، بيكون هذا محور X هذا عمودي عليه. طيب هذا الإشي ليش بعمله؟ هسه بنشوفه بشابتر 7. فدائما بشوف شو الإكس شو الواي. يعني هذا محور بي سي افرض، هذا محور اكس هذا محور واي. ليش بعمل هالحكي؟ مشان اذا في عندي فورس زي هيك بدل ما احلل بحكي هاي المسافه العموديه هي تعمل لي مومنت، لانه المومنت اهم شيء في شابتر 7. هسه الميتنج راح يطفي وراح نرجع على نفس الكلمه ونفس اللي يعني ادخلوا على الرابط مره ثانيه وبيفتح معي. بس عارف انه احنا ضيعنا وقت كثير، يعني بحدود 40 دقيقه بس شغلات هيك عامه. مش راح يكون الشرح بالانترنال فورس زي هيك، راح نشرح الانترنال هنج وراح نشرح الانترنال فورس بشكل كامل، والله راح يكون الوضع احسن. هسه الميتنج راح يطفي وراح نطفي مره ثانيه، راح نفتح مره ثانيه على نفس اللينك نفس الهاي. يعطيكم العافيه، ارجع افتحه مباشره.